إذن القلب المطمئن من أعظم ما يكون حاله عليه أن يكون ذاكرا لله. لا يمكن أن يضيع الأوقات إلا في الذكر، ولو أصابته غفلة بعد هذه الغفلة كان أنشط في الذكر قبل هذه الغفلة، مش زي صاحب القلب الضعيف لو أصابته غفلة إيه اللي يحصل؟ يتمادى في الغفلة، يتمادى في الغفلة. هو غفل نص ساعة أو ساعة، الغفلة بقت تشد معه بقية اليوم، زي الطالب الخايب من أول الأسبوع خايب، فيقول أعمل جدول، يعمل الجدول يوم الاثنين، يقول لك خلاص أنفذ الجدول من أول يوم الإيه؟ السبت، عشان يبدأ من أول أسبوع. طالب خايب. الطالب الشاطر لو لعب شوية أو ضيع ساعتين ثلاثة إيه اللي يحصل بعد كده؟ يشد الحزام علشان يلحق اللي فاته. كذلك في الذكر، لو أصابته غفلة أو أغين على قلبه إيه اللي يحصل؟ يبدأ يجتهد ليعوض ما فاته، يبقى عنده همة كبيرة إنه يعوض اللي فاته، يعوض اللي فاته. ده في الذكر. مثلا أنتوا قاعدين دلوقتي، إيه المانع إن هذه الأفواه الصامتة تنشغل بالذكر؟ إذا يسمع أو تسمع الأذن العلم وكتاب الله عز وجل، واللسان ينشغل بذكر الله عز وجل. كان السلف قديما يقطعون الطرق في ذكر الله، وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل. يعني مثلا هو رايح عند الاستاد، يقول من هنا لغاية آخر شارع مثلا الترعة، أو سبحان الله بحمده مثلا 500 مرة، من آخر الترعة لغاية سوق الجملة مثلا أستغفر الله 100 مرة، من سوق الجملة لغاية الاستاد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. يمشي الطريق ما يشعرش بطوله لأنه منشغل بماذا؟ بالذكر.